تكلم الصهيوني للشاهين الملقب صوت الشعب اللي دائما تسمعوا في المواقع الافتراضيه، والحمد لله درك هو حقيقي عبر الاثير. الصهيوني للشاهين حد ابناء هذا الموريتاني اللي شاف على انه يعطي المبادره ويقوم بانشاء تيار ينقالوا تيار اللحمه الوطنيه، ومعدل الله مفصول فيه مفصول فيه في وقت عندنا اليه نشضرموا وليه نتشوا وليه نفرقوا بين دعاة الشرائحيه والطائفيه. وذا هو اللي مالنا احنا ابناء الموريتانيين البراره لين قبلوه. مالنا لين قبلوه بكره عين تظهر على راس الشمس يفرق موريتانيا. حد جانا ليه فرقنا الله في بلد، وحد جانا ليه يقتلنا الله في بلد، وحد جانا ليه يوفرنا يخلينا الله كاملين في بلد. البيضاني والكوري والحرطاني هذا هو كوكتيل اللي مصنوع منه موريتان. وموريتان ما تقول توقف دونه. وحد كامل عند حد كامل عنده ال 40 دار عليه حبه والله ثنتين مشى عاد في طيات الماضي. هذه الوديعه وذا الارث المخلي ذو الاجيال الذين سياتون من بعدنا يخلى لهم ارث يعود عنده الافكار الابليسيه الشيطانيه اللي وسوس الانس والجنس بعلن موريتاني تقتبتنا الين تقوم واحده من ذو الشرائح وتنقم والله تكره والله تبغض الشريحه الثانيه. هذا انسان ما في خير موريتاني ولا في مصلحه للموريتانيين. ونحن ما بنا الخوف على رؤوسنا به اللي موريتاني وديعه مودعا نقي يعود قوى سالك من سالك من الشرائحيه وسالك من الفئويه وسالك من التناحر والتباغض والكراهيه. وهذا نحن ما لنا معدلين ولا يقرر فينا ولا نقرر هم اللي نحن فرقاش به اللي نحن موريتاني اكبر منك اكثر منك كاملين ولا عندنا ما هي موريتاني. احنا قاعدين فقعنا على موريتانيا الله زوزينا تلقى يصير هو شنو؟ وذا اللي شارم عينينا هذا الغرب وذا الشرق اللي شارم عينينا الناس ياكيه فرنسا وياكيه في اوروبا وفي امريكا الابيض يقبض مدفوع يدخل في السوق ويقتل 15 كحلوش يقول على انه لا ما هو قادر يحملها على قلبه بين على انها كحله. نحن ما قطريناه في موريتانيا. اخوتنا البيضان متعايشين معانا في سلام وفي عافيه وفي رفاهيه ونتعانقوا ونصلوا في مسيف واحد. المنكب بالمنكب والجنب بالجنب والساق بالساق. هذا اللي جاي عنده مصالح ضيقه، عنده افكار رجعيه احاديه راديكاليه، هم يزرع في قلوبنا نحن ان نتفاقوا. يا كان وحدنا يجري حقوقهم به اللي هو عنده علافه يجري يجهز من اجلها ويدور كان حصل فيها لكن حصل فيه، والما تحصل في العلافه ما ادري اللي حصل ما ادري حاصل. الصوفي يقف له بالمصاد. انا درع لهذا الشعب اللي قال له موريتاني موت دونه يا غير موت دونه نخليه موحد ما يتفرق ولا يفرق حد ولا يتش ولا قاش ولا ينتموا نحن والكوى والبيضان والحراطين لا ينتموا مجتمعين ولا ينتموا متحدين ولا ينتموا متعاضدين متكاتفين متلاحمين في بلد واحد ومصيرنا واحد ومستقبلنا واحد وازدهارنا واحد وهذا اللي ينتموا به وراجعين عند المولى عز وجل. اولا يمليه علينا الديانة الاسلاميه الحنيفه ويمليه علينا هذا العوائد اللي خلاهم ذو الاجداد رحمهم الله ويمليه علينا هذا التراب الهشه الضعيفه اللي حال يرثى له هي مرتا الى ما زدناها ما ننقصوها. ولعندنا من اولاد البراره نحافظوا على التلاحم ولذلك الصوفي قبض مبادره ولا رجعت فيها. هذا قراري ولن انثني عنه. تيار اللحمه الوطنيه هي الخالقه. وراني من ذا المنبر اراني نشكر الاستاذه والمراه الحديديه فاطمه تفال فرنسا اللي حثتنا على ذي الفكره واللي وقفت من وراها. ونشكر ذاك الاخ الاستاذ والقدار جزاه الله خيرا اللي زاد ويلعب هو زاد ام اللي دور كبير في التوعيه وراه هو زاد ام اللي يشتغل هو على جانبه وهي تشتغل على جانبها والاستاذ الشيخ علي يشتغل على جانبه والاستاذ هاشم يشتغل على جانبه والاستاذه مريم تشتغل على جانبها. وهذا ان شاء الله ان دل على شيء دل الله على حسن النوايا وتضافر الجهود ان شاء الله والنصر حليفنا.